صباح الخير أو مساء الخير حسب الوقت اللي هشوفني فيه. مولود برج الدلو، ندخل على طول في العلاقة العاطفية اللذيذة، القراءة العاطفية. الله، 10 كوبايات طاقة الشريك على حسب، ممكن يكون سعادة، أنت حاليا في علاقة أو متقدم لك عرض جواز أو في علاقة شايفة إنها كاملة يعني، أو علاقة ممكن تتأهل تبقى جواز. في حد فيكم قدم للتاني عرض، بس في غموض، في غموض في العرض ده. ممكن تكون متقدم لك عرض ارتباط من حد وانت شايف ان العرض ده فيه غموض شوية، وممكن تبقى مصالحة، الله أعلم، على حسب الورق، على حسب ما نشوف في الورق. مشاعر الشريك، مشاعرك انت، أوه، شايفك ازاي وانت كمان شايف ازاي. الخطوة اللي عايز ياخدها تجاه العلاقة، والخطوة اللي انت محتاج تاخدها سواء تجاه العلاقة او تجاه نفسه. اوكي، وشايف العلاقة دي ايه او محتاجة ايه، وانت شايف العلاقة دي ايه او محتاجة ايه. في نصيحة طبعا في الاخر. طب مبدئيا كده، برج الدلو ممكن تكون هي علاقة قديمة، لأن هي علاقة كان فيها وجع قلب، بس ده مبدئيا يعني. مشاعر الشريك، ممكن تكون بتتعامل مع حد من برج القوس. هو حاليا لو هي علاقة قديمة وانتهت، فهو حاليا استشفى تمام كده من أي جروح. لو هي علاقة اتقفلت أصلا وبقالكوا مثلا شهور سنين ما بتتكلموش او ما بتتواصلوش، فهو اتشافى من الوضع ده او في مرحلة التشافي، وبدأ حاجة جديدة، مشروع، شغل، بدأ ينمي عنده موهبات ما مثلا، يعني من الاخر كده بيحاول يشغل الوقت اللي انت كنت معاه فيه، فهو بدأ يتشافى. والمشاعر حاليا يعني بيتشافى كمان من المشاعر السيئة، ممكن مثلا لو انت كنت تتعامل مع بعض بطريقة مش حلوة، فهو بدأ ان هو ينسى الطريقة اللي انت كنت بتتعامل فيها معاه. انت حاليا مشاعرك مش هقول ميتة، هنقول مشاعرك كمان انت كمان بتتشافى على فكرة، يعني الكارتين برضو بيوضحوا بعض، هو بيتشافى وانت كمان بتتشافى، انت في اخر مرحلة من مرحلة التشافي زيه بالظبط على فكرة. ما تفتكرش يعني انت لوحدك اللي مشاعرك خلاص كده، انت بتنهي كمان الذكريات الوحشة وبتحاول تخرج بره الهالة الوحشة اللي كانت في العلاقة، بتحاول تتشافى وبتحاول تبص للعلاقة بمنظور تاني. يعني هي لو كانت علاقة مثلا كنت باصص لها على انه مثلا الطرف الاخر كان بتاع بنات مثلا، او ما كانش بيعاملك بطريقة فيها اهتمام اكتر، فكنت بدأت ان انت مشاعرك تتغير. اوكي، هو كمان بدأ يتشافى وانت كمان بتتشافى معاه. هي شكلها علاقة كانت مقطوعة يعني، وكان فيها استقرار جامد قوي، وانت تقريبا في طريقك للاستقرار ده. طيب هو شايفك ازاي او مازال شايفك ازاي لو هو قاطع معاك؟ طبعا هو شايفك ان انت اديت له ظهرك، انت اديت له ظهرك وبصيت لقدام اهو، انت كمان اهو، انت فعلا مشيت. ممكن تكون انت اللي نهيت العلاقه يا برج الدلو، فهو شايفك ان انت بدات تبص لحاجه قدام، ودي برضو بتيجي معنى لو انت لو انتوا اتفارقتوا بسبب سفر. اوكي، فهو شايفك ان انت بدات حاجه جديده من غيره، مشيت وسبته ونهيت العلاقه وسلام عليكم، خلاص اللي بينا ده. انا مش شايف ان العلاقه دي فيها استقرار، او مثلا انت وجعتني فمشيت، لان انت شايفه، خلي بالك انت شايفه ان هو موجوع على فكرة، عشان كده هو بيتشاف. ممكن تكون انت يا برج الدلو وممكن تكون عكسية، انت اللي نهيت العلاقة ومشيت ووجعت قلب الطرف التاني، ممكن تكون عكسية يعني الطرف التاني هو اللي وجع قلب برج الدلو، مش هو وجع برج الدلو اللي عمل كده، واديت له الطعنات ومشيت وسبته. فانت شايف ان انت وجعت قلبه، وشايف ان انت اذيته، وهو
شايف ان انت اديت له ظهرك ومشيت وسبت ونعيت ودوست على مشاعرك ويلا بقى مع السلامه. عشان كده هو بعد اللي حصل له، لان هو موجوع على فكره، انت عارف ان قلبه موجوع، سواء بقى حصل ده منكم، بس انت عارف ان قلبه موجوع، لان هو بيتشافى من اللي حصل ده. فهو شايفك ان انت مشيت واخترت طريق تاني، سبته هو ومسكت في حاجه تانيه. ممكن يكون اختلفتوا على شغل مثلا، يعني مثلا انت مثلا قال لك لا ما تشتغليش، ينهي الشغل مثلا، او انتوا متجوزين او مخطوبين او اي حاجه، فانت اخترت الطريق ده وقلت له لا سلامه بقى، او نهيت العلاقه لاسباب تانيه، مش حاسس مثلا، او ما حسيتوش في اول العلاقه فمشيت. طيب في ايه الخطوه اللي هو ناوي ياخدها؟ برج الدلو الطرف اللي معاك ناوي ان هو يبقى غامض، ناوي انه يخبي ما تبقى من مشاعره. هو تشافى، هو تشافى من مشاعرك، مشاعر عموما السيئة، بس لو في مشاعر تانية حب هو ناوي يخبيها، لان انت عايز تقدم مصالحة. عشان كده بقولك لو انت اللي نهيت العلاقة ورايح تصالح، اهو انت عايز تتجوزه وعايز تقدم له عرض، على فكرة انت عايز تقدم له عرض ايه، وانت كبرج دلو عايز تقدم، ممكن تكون القراءة عكسية، يعني الطرف التاني هو اللي عايز يقدم العرض وعايز يتجوزك وراح يقدم عرض، وانت بقى اللي هتقفل على مشاعرك، اهو عامل غموض، قافل على مشاعرك وعامل غموض ومخبي مشاعرك. فالطرف ده مخبي مشاعره وناوي يخبي مشاعره، لو انت جيت له تاني او هو جالك بقى تاني، لو القراءة عكسية، فانت ناوي تخبي مشاعرك، او هو بقى اللي ناوي يخبي ايه مشاعره، لان انت ناوي تديله عرض. انت ماسك اهو عرض ومساء الخير، مساء الخير، انا جاي اقدم عرض. ايه عرضك يا برج الدلو؟ انا عايز اتجوز، انا عايز الاستقرار، انا عايز اكمل حياتي معاك. لو الطرف التاني هو اللي وجع قلبك خلاك بالشكل ده، ما تقلقش، بيفكر يجي وناوي على الخطوة دي. سوري. طب هو شايف العلاقة ازاي؟ شايف العلاقة ان العلاقة دي علاقة فيها كثير من البطء، علاقة ماشية تاتا 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 تاتا، بمعنى أدق، لأن هي كانت المفروض توصل لكده. فالعلاقة محتاجة يعني في عزلة، بردت زي ما بيقولوا كده، العلاقة حصل فيها برود فحصل انفصال. فهو شايف إن العلاقة بطيئة وعلاقة معزولة خالص، يعني اللي هي بتطول مثلا تكمل معانا ولا حتى بتنتهي، في حاجة غلط. عشان كده لما فانتوا وجعتوا قلب بعض من الآخر، انت عارف ان انت وجعته، سواء بقى هو بقى اللي مشي وسابك، او انت اللي اديت له ظهرك ومشيت من العلاقة، هو حاسس ان العلاقة واقفة، اوكي، او كانت واقفة، العلاقة دي كانت واقفة، هو شايف ان العلاقة واقفة وفي عزلة، ومفيش حد فيكم بيتحرك، مفيش حد، محدش بيجي، محدش بيروح، محدش فيكم بيتحرك. يعني لما احنا الاتنين مثلا وحشين بعض ما بنكلمش بعض ليه؟ ما نعرفش. شايف ان العلاقة ممكن تكون محتاجة تفكير ازيد. لو انتوا يعني لو انتوا هترجعوا مع بعض تاني ويتقدم عرض فعلا، هو محتاج، لا محتاج يفكر اكتر، العلاقة دي محتاجة تفكير. انت شايف، بص بقى طبعا الكابتن شبه بعض، انت شايف ان هو التوأم، يعني شايف ان هو شبهك، وان هو ده الشخص اللي انا خلاص هستقر معاه، هو ده انا خلاص لقيته، خلاص ما تحاولش، انا ما تحاولش. انت شايف ان هي عزله وهتخبي مشاعرك عني، انا بحبك برضه وهجيلك وهقدم عرضي، ولو راجل رفض هاجي، لان انت الشخص اللي انا هبني معاه المستقبل، انا هقدم لك العرض وخلاص. انا شخص واقف على رجلي اهو، ولا جاي لك على حصان ولا بتاع، انا مش خايف من حاجه، ولا لابس لك خوذه ولا وانا مش خايف. انت كبرج ده، لو انت اللي بتقدم العرض فانت مش خايف من العرض، لو عرض مصالحه فانت مش خايف. انا غلطت في حقك وجاي اصلح اللي حصل، فانا رايح نهيت بس انا جاي اصلح. فما انتش خايف، وشايف ان هو الشخص الجميل اللذوذ بتاعك. النصيحه بتاعتك بتقول لك اشتغل على علاقة يا برج الدلو، كمل واشتغل. بص
لما تشتغل هتطلع عروض، هتطلع عروض. اشتغل على علاقة، اشتغل على علاقة حتى لو هو باين لك ان هو مثلا قال لا 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 مش راجع، او انا مش هرجع، ما انا حرة مثلا. لو انت ولد فالبنت تقول لك لا انا حرة، ولو انت بنت مثلا تحس ان هو مش عايز يرجع. لا على فكرة هو مخبي مشاعره، واخد عهد على نفسه انه يخبي مشاعره، وعايز تفكير، بيفكر ومخبي مشاعره عنك. لو انت هتقدمي له عرض مثلا، يعني برج الدلو عموما في البنات بالتحديد ما برضو جريء. اشتغلي على علاقة تستحق.